الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك، والكون مشحون بأسرار إذا حاولت تفسيرا لها أعياك. قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما، عجزت فنون الطب من عافاك. قل للصحيح يموت لا من علة، من بالمنايا يا صحيح دهاك. قل للبصير وكان يحذر حفرة، فهوى بها من ذا الذي أهواك. بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك. للجنين يعيش معزولا بلا راع ومرعى، من الذي يراك. للوليد بكى وأدهش بالبكاء لدى الولادة، من الذي أبكاك. وإذا ترى الثعبان ينفث سمه، فاسأله من ذا بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان، أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا، وقل للشهد من حلاك. سائر اللبن المصفى كان بين دم وفرث، ما الذي صفاك. وإذا رأيت الحي يخرج من حنايا ميت، فاسأله من يا حي قد أحياك. قل للنبات يجف بعد تعهد ورعاية من بالجفاف رماك. وإذا رأيت النبت في الصحراء يربو وحده، فاسأله من أرباك. وإذا رأيت البدر يسري ناشرا أنواره، فاسأله من أسراك. واسأل شعاع الشمس يدنو وهي أبعد كل شيء، ما الذي أدناك. قل للمرير من الثمار، من الذي بالمر من دون الثمار غذاك. وإذا رأيت النخل مشكوق النوى، فاسأله من يا نخل شق نواك. وإذا رأيت النار شف لهيبها، فاسأل لهيب النار من أوراك. وإذا ترى الجبل الأشم مناطحا قمم السحاب، فاسأله من أرساك. وإذا ترى صخرا تفجر بالمياه، فاسأله من بالماء شق صفاك. وإذا رأيت النهر بالعذب الذلال سرى، فاسأله من الذي أجراك. وإذا رأيت البحر بالملح الأجاج طغى، فاسأله من الذي أطغاك. وإذا رأيت الليل يغشى تاجيا، فاسأله من يا ليل حاك دجاكا. وإذا رأيت الصبح يسفر ضاحيا، فاسأله من يا صبح صاغ ضحاكا. ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. ستجيب ما في الكون من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك. ربي لك
واحد إلا كان. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنه إدراكا. إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاكا. يا منبت الأزهار عاطرة الشذا ما خاب يوما من دعا ورجاكا. يا مجري الأنهار عاذبة الندى ما خاب يوما من دعا ورجاكا. يا أيها الإنسان محلم الذي بالله جل جلاله أغراك. يا أيها الإنسان مهلا ما الذي